وسهلا بكم متابعينا الاعزاء، معنا في التجربه هافال اتش 9 2021 فيس ليفت الجديد. السياره هذه اثبتت وجودها في عديد من الدول، منها الصين، طبعا هي رقم واحد في الصين، في استراليا، ليبيا، الجزائر، العراق، وفي السعوديه. جو سالوا قالوا ايش تحتاجوا في سياره اوف رود في المناطق الغير معبده؟ قلنا لهم نبغى دفلوك امامي، قالوا خذوا 3 دفلوكات. قلنا لهم نبغى كاميرات على كامل مدار السياره، قال خذ كاميرات 360 درجه، 4 كاميرات، والاشياء الكثيره اللي تحصل لها تحديث على الشكل القديم. خليكم معانا عشان تعرفوها. حنتكلم الان في الهافال اتش 9 2021 عن التحديثات الجامده اللي صارت في الواجهه. فعندنا هنا الشمعات صارت فول ال اي دي وتغير شكلها، كشافات تغيرت ايضا وصارت من الهالوجين، الصدام كامل تغير، الشبك ايضا شكله تغير، واضافوا عندنا الكاميرا الاماميه اللي هي من اصل 4 كاميرات، وعندنا الديفيوزر الاسفل تغير، عندنا 4 حساسات، 1 2 3 الرابعه، بالاضافه الى حساسين جانبيه في الصدامات اللي هي الاستشعار للوقوف الالي الكامل. الجانب الايمن من هافال اتش 9 موديل 2021 فيس ليفت الجديد، نلاحظ موجود هنا كلمه هافال مكتوبه على الاضاءه، استمرار الانسيابيه في جسم السياره كامل، وعندنا فتحات تهويه مكتوب عليها كلمه هافال، طبعا الفتحات وهميه وموجوده ايضا في الكبوت. من الاشياء الجميله التي اضيفت على هافال 2021 الجديد انهم اضافوا الكاميرا في المراية اللي هي من أصل 4 كاميرات محيطية، وجود الكروم على كامل السيارة، أيضا وجود الكروم على مقابض الأبواب والدخول بالبصمة. ومن الأشياء الجميلة الدلع اللي أضافوها فال على السيارة، الدعسة اللي تنزلق وتنقفل مع فتح الباب. فتحة تانك البنزين موجودة في الجانب الأيسر مثل الشكل القديم، الخلفية تقريبا كاملة مثل الشكل القديم، لكن في فئة أضافوها اللي هي السبير يكون موجود هنا، يسمى سبير علاقي. وأضافوا شيء جميل اللي هو شاحن كهرباء لشحن الجوالات. استمرارية الأمان، في موجود قفل الباب الخلفي حتى ما يقفل على أحد، بالإضافة إلى استمرارية الدلع في المقاعد الخلفية لتنزل إلكتروني وترجع إلكتروني بضغطة زر كده إلى نزولها. وعندنا مكانين للتحكم، هذا المكان الأول وهناك المكان الثاني. ولإغلاق الباب نقدر نمسك من هنا ونقفل الباب، إضافة إلى العفريتة موجودة هنا أو الرافعة، ووجود الشناكر اللي تقدر انك انت تثبت فيها الامتعة، وهنا عندنا مساحة تخزين بسيطة. الاضافة على الخلفية حق هافال اتش 9 2021 هي وجود حساسات الاستشعار في جانب الصدام، هنا الخامس وهناك السادس، هذه اللي تساعد على الوقوف الالي التلقائي. محرك هافال اتش 9 الجديد 2021 محرك طولي بسعة 2000 سي سي مزود بشاحن توربيني اللي هو التيربو. طبعا زاد العزم في هذا المحرك من 350 نيوتن متر في الشكل القديم إلى 385 نيوتن متر. والشيء الجميل جدا اللي كل الناس تستناه وتحتاجه إنه تحول من 95 الشكل القديم، الآن صرت تعبي بنزين 91. شركة هافال لا زالت مهتمة جدا بمواضيع العزل، فجميع الأشياء هنا عندنا معزولة، بالإضافة إلى عزل الكبوت والجلود الموجودة هنا ساعدت على تقليل الضوضاء والضجيج اللي يزعج الركاب. نبغى نشوف تسارع الهافال اتش 9 موديل 2021. بسم الله، ارفع RPM. تتنوع الشاشة الموجودة أمام السائق في هافال اتش 9 2021، فنقدر نخليها شاشة شكل تكنولوجيا تتحول
مثل ما انتم شايفين. صار السرعة على اليمين والار بي ام على اليسار. وقوف السيارة الآلي نبغاها توقف هنا بين السيارتين هذه. نحطها في الدي ونشغل الوقوف الآلي. تطلع لك هنا وقوف إلى مكان. جاري البحث الموقف. طبعا أنت لازم تحط غماز إما يمين أو يسار عشان توضح للسيارة أنت فين أنت بتوقف. شوف وجد موقف يقول لك الرجاء الدعس على دواسة الفرامل. الرجاء الافراج عن يعني انت تسيب الطارة واضغط على مفتاح الوقوف ثانيتين. هذا هو 1 2 خلاص يرجع الافراج. هي الان لحالها توقف. وانا ما اتحكم بشيء الان. هي الحالة هتقدم وهي الحالة ترجع. شوف انا ما اضغط شيء. شوف الان تحط البي الحالة وتوقف الحالة. هي طبعا تخلي السيارة واقفة مستقيم. خلاص اكتمل الوقوف السيارة التلقائي والسيارة حطتها على البي الحالة. طبعا تقدر انك انت توقف وقوف زي كده او الوقوف الطولي. هنشوف الان معاكم الضوضاء داخل هافال H9 2021. ندخل الآن إلى داخلية هافال H9 2021 ونشوف إيش هي التغيرات الجذرية اللي صارت في هذا الشكل. تعالوا معنا. أول حاجة الدعاسة هذه تنزلق أكرمكم الله لسهولة الصعود إلى داخل المقصورة. الدايمون شيب هذا الموجود في الأبواب أعطاها فخامة أكثر من الشكل السابق. التحكم بالنوافذ الكتروني، قفل النوافذ، طي المرايات والقفل الكتروني والمقابض بشكل الكروم لإعطاء السيارة شكل أجمل. مساحة تخزين موجودة هنا وهذه فتحة تانكي البنزين والسماعات بنظام انفينيتي. طبعا فتحة تانكي البنزين ما تفتح إلا إذا وقفت وحطيت السيارة في الباركينج أو البي وطفيت السيارة ساعتها تفتح، غير كذا ما تفتح معك فتحة تانك البنزين. المقاعد الأمامية في هافال H9 تتحرك آليا وفيها ذاكرة حفظ المقعدة. عندنا إذا طلعنا السيارة المقعدة هذه أو المكان هذا شوف كيف يعطيك راحة في القيادة على المسافات الطويلة. على الجانب الأيسر الإضاءات فول LED، كشافات، لمبات ضباب خلفية تقوي الإضاءة في الطبلون أو تخفضه. عندنا هذا الأوتو حق الإضاءات الأمامية. الكروم موجود في كل مكان مع التخشيبة. اسطبات غمازات يمين يسار. وهذا مثبت السرعة الجديد اللي هو مثبت سرعة تكيفي مع السيارة اللي أمامك. طارة الهافال H9 2021 تقدر تتحكم هنا بالنظام الترفيهي وهنا عندنا ضبط الشاشة الأمامية مع الرد وإقفال الهاتف. عندنا تقدر هنا تتحكم بنسب الجير اللي هي F-Type في التعشيق بالإضافة إلى حاجة جديدة جدا
تفيد أهل المرتفعات أو أهل المناطق الباردة، تسخين للطارة. حنتكلم الآن عن الكونسول الوسطي لهافال H9 2021. فنجد هنا ما في أي اختلاف، اللي هو ارتفاع عن سطح البحر والضغط الجوي والبوصلة ومدى ارتفاع أو انحدار السيارة. الشاشة اللي صار فيها اختلاف جذري وكامل، أول شيء الشاشة صارت تدعم اللغة العربية، فلو لاحظنا أو تصفحنا شوي في الشاشة حنلاحظ عندنا هنا كامل المعلومات اللي أنت تحتاجها عن الشاشة، سواء كان وقت أو بلوتوث أو أي شيء يخص الشاشة اللي هي الترفيهية. لو دخلنا على الأبل كاربلاي السيارة تدعمها، إعدادات السيارة، جميع المعلومات اللي أنت تحتاجها عن السيارة من أنظمة أمان، تفعيل أو إقفال، من مساعدة عن على الطريق، من حالة السيارة، سخونة الزيت، الحرارة، وقوف السيارة، تبغايسة، كل حاجة تحتاجها عن السيارة موجودة في هذه الأيقونة اللي هي إعدادات السيارة. طيب عندنا هنا البلاك بيانو اللي موجود ومحيط كامل الشاشة، عندنا تحكم بارتفاع الصوت، مثلث التنبيهي، والرجوع إلى الشاشة الرئيسية إذا كنت أنت داخل على أحد هذه الأيقونات، وتقدر أنك أنت تتحكم بالراديو من هنا. نظام التكييف كامل محاط بالبلاك بيانو، أيضا نظام تكييف آلي كامل. عندنا أيضا المساج كان موجود في الشكل القديم مع تسخين وتبريد المقاعد الأمامية، بالإضافة إلى الأشياء الجميلة هذه اللي حصل عليها تحديث. أول شيء عندنا الحساسات، نظام التراكشن كنترول أو مانع الانزلاق، نظام النزول من المنحدرات، وهذه الكاميرات، وعندك هنا نظام إقفال السيارة وقت الوقوف عشان توفير البنزين. والشيء الجميل اللي أضيف لمحبي الأوفرودينج أو محبي التطعيس والبر والجبال، كان في أول دفلوك واحد، الآن صار في 3 دفلوكات، الدفلوك الأول الخلفي، والدفلوك الثاني الأمامي، والدفلوك الثالث يشتغل تلقائيا عندما تشتغل الدفلوكين، اللي هو الدفلوك الوسطي. مهمته وفائدته أنه يساوي سرعة الكفرات الأمامية مع سرعة الكفرات الخلفية. الجير زي ما انتم عارفين جير ZF 8 نمر، هذا مفتاح السيارة، أضافوا فيه شيء جديد اللي هو ميزة التشغيل عن بعد، فصار عندنا فتح إقفال، فتح باب الشنطة، والتشغيل عن بعد. تقدر انك انت تطلع المفتاح من هنا يطلع معك المفتاح. نزولا من الكونسول الموجود في الأعلى، نتكلم عن الكونسول الوسطي، فنلاحظ انه محاط بجلد النابة الجميل جدا الجملي. عندنا هنا فتحة 12 فولت او مخرج 12 فولت، ومثبتات اكواب 2 يصير مجموعها 4، مساحة تخزين جير ZF من الشركة الألمانية المعروفة، 8 نمر. وضعيات الأوفرودين كاملة، عندنا هنا اللي هو زر الإيكو، لو ضغطنا عليه نتحول إلى زر أو وضع الأوتو، ونلاحظ هنا لو حولنا بهذا الفرار الوضعيات تظهر عندنا هنا. فالآن حولنا على وضع الثلج، حولنا على وضع الطين، وضع الرمال، وضع الرياضي، ونرجع لوضع الأوتو. عندنا كمان الزر الثاني هنا اللي هو الدبل الثقيل أو ما يسمى الدبل الكبير أو 4L. 4L مسمى هذا يطلق على اللي هو فور ويل درايف لو سبيد، يعني ما تقدر انك تسرع فيه، وهذا مثبت سرعة في الطرق الوعرة. وهذا الزر الجديد اللي أضيف لهافال 2021 اللي هو الوقوف الآلي الكامل بدون تدخل السائق نهائيا، وهذا زر الوقوف أو عفوا زر البريك، الفينجر بريك مثل ما يسمى، وهذا الأوتو هولد لما توقف عند إشارة السيارة تدعس فرامل الحالة، ولما تمشي تدعس البنزين تفك الفرامل. امتداد للكونسول الوسطي نلاحظ وجود التكاية الكبيرة هذه اللي عليها جلد نابة طري جدا، فلو فتحنا التكاية نلاحظ وجود مخرج 12 فولت واثنين فتحات USB، منها تقدر انك انت تشبك جوالك. واخيرا التكاية هذه لو انت حاب انك تقدمها على قدام ترفع من هنا وتقدم معاك على طول. لاحظ ايضا في مقعد الراكب في الهافال H9 2021
وجود هذه الميزة انك انت تقدر انك تتحكم في المقعد الامامية سواء امام او الخلف والظهر. طيب انا الان شوفوا ورجعت المقعد على الاخر جالس طولي 170، ففي عندنا مسافة للفرق بينك وبين المقعد الامامي. يعني انت جالس الان مرتاح، انا حبيت اني امد رجولي، فعندنا الشركة هنا شركة هافال مصممة انك حتى لو كانت رجولك طويلة يكون في فراغات او تجويف داخلي تقدر انك انت تمد رجولك فيه. عندنا هنا بالاضافة الى هذه المور مساحات تخزين في الابواب، في مساحات تخزين، وعندنا هنا مساحات تخزين ايضا تقدر انك انت تتحكم في التكييف من هنا. التكييف الخلفي موجود هنا بالاضافة الى طفاية تحت وشاحن شاحن فاست شارج مثل ما يسموها ومخرج 12 فولت. الصعود الى المقصورة الوسطى او المقصورة الخلفية في هافال H9 2021 يساعد في هذا الممسك انك انت تقدر تطلع لداخل المقصورة. السيارة من وراء جميلة جدا ومريحة وفيها اشياء فخامة او لمسات فخامة ساعدت على رقي هذه السيارة. فنلاحظ موجود هنا دايمون شيب في الابواب مع التخشيبة وخطوط الكروم وتويترات والسماعات من نظام انفينيتي، وموجود ايضا اماكن تخزين مع الكاب هولدر اللي تقدر انك انت تحط فيها اكوابك سواء كانت شاي قهوة ما اي شيء. التكاية الوسطية فيها ايضا حامل اكواب او كاب هولدر، فنلاحظ وجود اثنين حامل اكواب تقدر انك ترجعها زي كده ويصير في واحد يجلس هنا مرتاح. اذا كانت هذه شوف كيف نازلة تقدر انك انت تجلس امورك اوكي ما فيها اي مشكلة. وايضا عندنا المسافة بين الراس والسقف، فنلاحظ في مسافة كبيرة بين راس الراكب والسقف اللي فوق. فتحات التكييف موجودة داير مدار على السيارة، واللمبات الـ LED ايضا موجودة في كامل سقف السيارة سواء كانت في الامام او كانت في الخلف. ونلاحظ وجود البانوراما الكبيرة جدا في سقف هافال H9 2021، وتنفتح زي ما انتم شايفين بضغطة زر. لو وجدنا هنا عندنا الشماسات، الشماسات اللي موجودة في الامام، فنلاحظ ان الشماسة فيها هذه الميزة او الوصلة اللي تقدر انها تكفل لك الجنب من النقاط الصعبة، الشمس ما تدخل لك من هنا. طبعا لوجود اضاءة فيها ايضا ومراية ومثبت للكروت او اي حاجة حابنك تثبتها هنا. شركة هافال اهتمت جدا بموضوع الامن والسلامة، فوضعت في مقاعد سياراتها نظام الايزوفيكس اللي يساعد على ثبات مقعد الاطفال وحمايته بعد الله. للوصول الى مقاعد الصف الثالث عندنا طريقتين. الطريقة الاولى انك تثني المقعد او ظهر المقعد هذا ويروح الراكب الى الصف الثالث. الطريقة الثانية هنا في دراع في يمين المقعد تقدر ان تسحبها تقدم معك المقعدة وترجع الى الخلف. لوحة التحكم في سقف السيارة، عندنا الاضاءات LED فول LED وفرار التحكم بالتندة او مثل ما تسمى البانوراما، والتحكم باضاءات المحيطية، عندنا 8 الوان تحكم باضاءات محيطية الموجودة هنا وفي قبلون، والابواب، وعندنا حامل للنظارات، المراية فيها نظام التعتيم الالي، واضافوا شيء جميل في السيارة اللي هو فتحة USB موجودة هنا للناس اللي حابة انها تحط مثلا كاميرات مراقبة او شيء في السيارة فيصير تشغلها من هنا على طول. حنتكلم الان على جميع انظمة الامان اللي موجودة في الهافال H9 2021. نتكلم اول حاجة وجود النقاط العمياء 360 درجة رؤية اللي هي 4 كاميرات، نظام منع الاصطدام، نظام ثبت السرعة المتكيف او المتفاعل اللي هو يهدي اذا احد هدى قدامك الى الوقوف التام، عندنا نظام مانع للاصطدام الخلفي لو احد مر من وراك وانت ما انت منتبه السيارة توقف لحالها، نظام
الوقوف الآلي في السيارة، تضغط زر الوقوف السيارة توقف وقوف كامل لحالها بدون تدخل أي شخص. إيش كمان إيش كمان في يعني أنظمة كثيرة يعني، أنا والله العظيم طبعا غير الحساسات وغير الاستشعارات اللي موجودة في السيارة، فالسيارة ما شاء الله تبارك الله فيها أنظمة جميلة جدا جدا تساعد السائق على يعني إنه يقود بأمان ورحابة وبكل رياحية، بالإضافة إلى وجود عدم الخروج من الحارة أو المسار. فأنظمة كثير كثير في السيارة موجودة. الميزة الجميلة إنك أنت تقدر تعطل النظام هذا أو تخليه شغال من الشاشة. أشياء كانت تحتاج إلى الإضافة والتحسين في الهافال H9 2021، فمثلا كان لو أضافوا بروجيكتر في أمام السائق، والطارة ترفع وتنزل مانوال بضغطة زر، ولا يوجد خرائط في هذه الشاشة الفنانة، لكن استعاضوا بالخرائط بهو الأبل كار بلاي، تقدر أنك أنت تعكسها هنا. هذه للأمانة تم ذكرها. شبكنا الجوال ما نشيل هم شاحن ولا حاجة، الأبال أضافت لك هذا الكوبس هنا، كوبس كهرباء ما تشيل هم لا شحن ولا شيء، بالإضافة إلى فتحات الـ USB والشواحن الموجودة داخليا. نتكلم عن الخلفية حقت هافال H9 2021، فنلاحظ أنه صندوق العدة موجود هنا مع وجود العوازل ومثلث إرشادات السلامة والإسعافات الأولية موجود هنا أيضا مع العوازل، ولو لا سمح الله الباب ما مفك معاك تقدر أنك أنت من هنا تسحبه يفك معاك. متابعينا الأعزاء، نكون انتهينا معكم في تغطية هافال H9 موديل 2021 الشكل الجديد. أتمنى أن أكون وفقت في هذه التغطية وقدمت لكم المختصر المفيد. إيش السيارة تحب أني أنا أغطيها؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات، ولا تنسوا اللي مو مشترك يشترك معنا ويعطينا لايك وانشروا المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي. تحياتي لكم، أخوكم زكريا خلاوي.